والايكوال اللي في الاخر بدل ار 3 تبقى ال ال اف اللي هو الترم الاول كله عادي اللي هو الريال العادي بس هنغير ار 3 نخليها ال اف لا حد عنده راي ثاني يا جماعه المركبتين دول اللي هو اللي هيبقى الاي بي والبي سي اللي هي على الاكس بي سي على الاكس ده همشي لينك لينكين لغايه النص الثالث ولا همشي اول ولا ثالث همشي الثالث على طول همشي الثالث على طول ماشي الثالث بدايه هنا في نقطه ثابته مش ده الاكسلريشن دي الاكسلريشن بتاع التكنيك ده من دي اس سي لا مش انا اللي قلت غلط هنبدا الاول والثاني وبعد كده هنروح الجزء ده اي يعني هتوصل لسي بعد كده اطلع ده ثانيه هو المطلوب سي اف ولا اف 3 عايز الاكسلريشن بتاع الدير اه ليه يعني هيبقى الترم ده بس هنشيل الار وخليها اس يعني ده هتروح تحسب دي ودي بعد كده تطلع دي ممكن الترم الاخير على طول يعني هو الاكسلريشن بتاع نقطه اف هاخدها من هنا كده وعرفها ثلاثة سالب عرفها ثلاثة بس بدل ما عرفها ثلاثة كده سالبها ال ايه؟ اف ال اف صايد سيدة ثلاثة ناقص عمق ثلاثة تربيع ال ايه؟ وكوزايد سيدة ثلاثة مرتبة الواي هتقعد تتعلى ايه؟ اللي تحتيها كده الفور بار كويس خلصت بقى اللي هصوره لك هخش الجزء بعدين ان شاء الله هنبدا هنبدا احل
موبايل 2016 بطاريته مش كبيره. هيساوي R3
دي اس جي سيتا 3. هنروح المعادلة دي ار واي ار نور وزاي سيتا نور زائد جي وزاي سيتا نور زائد ار واي وزاي سيتا واحد زائد جي وزاي سيتا واحد. صوت هندسة هتساوي أو تلاتة وكوزاي سيتا تلاتة زائد جي كوزاي سيتا تلاتة. المعادلة دي هاخد أولية لوحده وتغيير لوحده عملية أو صوت كوزاي سيتا نور ليه ليه؟ سيتا نور هي الزاوية دي وأول نقطة اللي هو الضلع ده اللي هي الـ LA وأول نقطة كوزاي سيتا نور اللي هي الـ LA زائد R1 كوزاي سيتا واحد هتساوي R3 كوزاي سيتا تلاتة. ودي تبقى معادلة واحدة ودي معادلة إيه؟ تاخد الجزء التخيلي R4 كوزاي سيتا نور اللي هي اليمين زائد R1 كوزاي سيتا واحد هتساوي R3 كوزاي سيتا تلاتة. ده عندي مجهولين سيتا تلاتة و R3 عشان اطلع سيتا تلاتة هحسب المعادلة اتنين على المعادلة واحد. ماشي؟ هحسب المعادلة اتنين على المعادلة واحد عشان اطلع قيمة سيتا تلاتة. لما اقسم المعادلتين دول مع بعض يبقى سيتا تلاتة هنساوي ايه؟ تان ناقص واحد ال بي زائد ار واحد كوزاي سيتا واحد على ال ايه زائد ار واحد كوزاي سيتا واحد. عشان اطلع ار ثلاثه هرفع المعادلتين واجمعهم. هرفع المعادله دي هرفع المعادله دي واجمع ايه؟ التربيع. يبقى ار ثلاثه هنساوي جذر التربيع ال زائد ار واحد كوزاي سيتا واحد كل تربيع زائد ال بي زائد ار واحد كوزاي سيتا واحد لكل تربيع. هنا بوزيشن اناليسيس كرسي طلعت سيتا ثلاثة وار ثلاثة. تعالوا نطلع على البحث دول كوزاي التربيع ده كوزاي التربيع بواحد. هشتغل بعد كده بجروس اناليسيس. بجروس اناليسيس ممكن افضل المعادله ايه او افضل المعادله واحد واثنين. ممكن ايه؟ هجيب نفس النتيجه في الاخر. البوزيشن بيمثل لي معادلة ايه؟ هي يعني معادلة واحد واثنين. فاكر معادلة واحد ومعادلة اثنين. فانا هشتغل بجزء يبقى فاضل الايه؟ يبقى فاضل واحد واثنين. هتطلع ايه؟ هتفاضل الايه؟ يعني
ثلاثة ثابتة رطبانية. ثلاثة. 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 ثلاث